انفجارات مركزة ضربت العمق الإيراني اليوم، وهي تأتي هذه الانفجارات والحرائق يوما بعد يوم. وفجر هذا اليوم هذا الانفجار والحريق بالأحرى هو جاء إلى غرب إيران، هذه هي الأراضي الإيرانية، وهنا العاصمة الإيرانية طهران على مسافة 410 كيلومتر. تأتي محافظة كرمانشاه التي كانت إحدى المدن الخاصة بها هي التي تعرضت إلى هذا الحريق، ومدينة ومحافظة كرمانشاه تحديدا هي تبعد 133 كيلومترا عن الحدود العراقية. دعونا نقترب من كرمانشاه لكي نعرف التفاصيل وما جرى في هذه المحافظة المهمة. هذه هي محافظة كرمانشاه أمامكم، وإلى شمالها تأتي قاعدة الصواريخ البالستية المهمة والخطيرة التي تأتي تحت الجبال. هذه القاعدة هي استخدمت في عملية الانتقام لاغتيال الجنرال قاسم سليماني، وهي التي قامت بقصف واستخدام وإطلاق الصواريخ البالستية مباشرة على قاعدة عين الأسد انتقاما كما تحدثنا إلى سليماني. ولكن الانفجار والحريق الذي نتحدث عنه اليوم هو يأتي إلى غرب كرمانشاه، وتحديدا بهذا الاتجاه على مسافة 3.3 كيلومتر في هذه المدينة التي ترونها أمامكم. وهذه المدينة هي ماهي داشت، هذا هو الاسم الخاص بهذه المدينة. إذا ما اقتربنا منها سنلاحظ بأنها مدينة صغيرة، وهي مدينة زراعية، وتعرضت إحدى المخازن الموجودة هنا التي هي تعتبر مخازنا للإسناد العسكري لإحدى القواعد الخاصة التابعة إلى الحرس الثوري الإيراني. وواضح جدا بأن هذه القاعدة هي قاعدة كرمانشاه هي التي تعرضت إلى الحريق، ليس واضح في أي مخزن تحديدا، ولكن نور نيوز الإيرانية هي التي ثبتت التفاصيل فيما جرى تحديدا. ودعونا نلقي نظرة على ما قالته هنا نور نيوز تحديدا. نشب حريق صباح اليوم الاثنين في مستودع كان يخزن فيه زيت محركات ومواد قابلة للاشتعال في إحدى قواعد الإسناد العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة ماهي داشت في كرمانشاه. وكذلك بأن إسرائيل رادار أكدت بهذه التغريدة التي ترونها، ونقلت بأن الحريق كان حريقا كبيرا في هذه النقطة التي نتحدث عنها، وأن كانت هنالك أيضا أضرارا مادية بحسب شهود عيان، ولكن ليس واضحا إذا ما قتل أو جرح أحد. المثير بأن الواشنطن بوست الأمريكية اليوم أيضا أكدت بأن كانت هنالك انفجارات غامضة من تقارير غير مؤكدة يوم أمس، أي قبل الانفجار الذي نتحدث عنه، أيضا جاءت في كرمانشاه، وهذا ما ذكرته الواشنطن بوست من تفاصيل عن هذه الانفجارات. في اليوم الذي سبق الانفجار غرب كرمانشاه انفجار اليوم، انتشرت تقارير غير مؤكدة عن عدة انفجارات سمعت في شمال كرمانشاه، وهو موقع استراتيجي في إيران تتواجد فيه قواعد صاروخية وعسكرية مختلفة. وهذا معناتها، وهذا يعني بصريح العبارة بأننا نتحدث هنا عن هذه القاعدة، قاعدة كرمانشاه الصاروخية. هذا ما تشير إليه بشكل واضح بالنسبة إلى الواشنطن بوست الأمريكية. وهذه القاعدة يجب أن نفهم، وهذه الانفجارات التي تأتي اليوم ويوم أمس من هذه التقارير والإرباك الواضح الذي تعاني منه محافظة كرمانشاه، هو يأتي بعد أيام قليلة من ظهور هذا الصاروخ، ألا وهو صاروخ كاسر خيبر البالستي الذي أعلنت عنه إيران وافتخرت به كثيرا، وقالت بأن هذا الصاروخ هو الذي سيواجه إسرائيل وسيضرب العمق الإسرائيلي. وهذا الصاروخ يصل مداه إلى 1450 كيلو مترا، وهو يستطيع أن يصل إلى الأراضي الإسرائيلية. ولكن من أين ينطلق هذا الصاروخ لكي يصل بهذه المسافة؟ هي من قاعدة كرمانشاه الصاروخية هنا من تحت الجبال كما تحدثنا الآن، وأينما تحدث هذه الأمور الغامضة. لماذا؟ لأن قاعدة كرمانشاه الصاروخية الموجودة بهذا الاتجاه في محافظة كرمانشاه هي تبعد عن إسرائيل عبارة عن 1100 كيلومتر تقريبا لكي تصل إلى إسرائيل بشكل مباشر، وهذا يتناسب مع المدى للصاروخ الذي تحدثنا عنه ألا وهو كاسر خيبر. وخاصة أن هذه القاعدة بالنسبة للإيرانيين مهمة في الهجمات بالصواريخ البالستية، وهي كانت واضحة إيران وأكدت في السابق بأن أي محاولة من إسرائيل لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية بأي شكل من الأشكال فإن قاعدة كرمانشاه هذه القاعدة ستستخدم في عملية ضرب إسرائيل. وكذلك كما تحدثنا بأن هذه القاعدة استخدمت في ضرب قاعدة عين الأسد انتقاما لسليماني بهذه الاتجاه وبهذه النقطة تقريبا، وكذلك استخدمت في عملية استهداف دير الزور في عام 2017.
في استهداف وضرب وقصف تنظيم داعش الإرهابي آنذاك بالصواريخ البالستية. لذلك هذه القاعدة هي مهمة للغاية، وواضح جدا بأن هنالك ترابطا كبيرا بين إعلان الصاروخ وبين هذه القاعدة التي نتحدث عنها والأمور الغامضة التي جرت فجر اليوم والتقارير التي تتحدث يوم أمس عن هذه الانفجارات. كذلك إن كانت هنالك أيضا وكان هنالك انفجارا كبيرا جرى قبل هذه الانفجارات التي نتحدث عنها قبل يومين من الآن، وهذا الانفجار جاء في قلب العاصمة الإيرانية طهران وتحديدا في سوق طهران الكبير بهذا الشكل. كانت وهذه الحرائق أدت في هذا السوق إلى تدمير 30 محلا تجاريا، بالإضافة إلى أنه كانت هنالك 6 محطات إطفاء قد شاركت بفرق إطفائها، وكانت هنالك انفجارات في هذه المحلات. كما تلاحظون هذا واحد من الانفجارات الذي جاء بهذا الشكل، والمثير أن قبل هذا الحريق وقبل هذا الانفجار وما شاهدناه في سوق طهران الكبير كانت هنالك أيضا قضية مهمة جدا جرت في محافظة بوشهر في الموانئ بهذا الشكل لاحتراق 7 سفن للشحن الإيرانية بهذه الطريقة التي ترونها أمامكم، خسائر مادية هائلة بحسب التصريحات الرسمية من السلطات والمسؤولين الإيرانيين هناك. وهذا الحريق ويأتي قبل 5 أيام فقط، هي تتوالى يوما بعد يوم تقريبا هذه الحرائق والانفجارات الغامضة. وهنا المشكلة بأنها غامضة لا تفسير أبدا من السلطات الإيرانية فيما يجري، وهنا النقطة والأذهان تذهب، هل إسرائيل هي التي تقوم بهذه العمليات أم المعارضين إلى النظام الإيراني هم مسؤولين على هذا الأمر؟ هذا ليس واضحا وليس مؤكدا، ولكن ما هو مؤكد بأن هذا الأمر يضع ضغوطا كبيرة على الاقتصاد الإيراني وكذلك يربك الداخل الإيراني بشكل هائل للغاية، حتى أن الصحف الإيرانية وتحديدا المحافظة منها مثل هذه الصحيفة التي ترونها هي تتحدث عن 5 تحديات اقتصادية لإيران تواجهها إيران بشكل هائل للغاية، ولكن في نفس الوقت هي تترقب أيضا الشعلة والنور القادم من مفاوضات فيينا إذا ما نجحت مفاوضات فيينا، لأنها ستخفف الكثير من العناء الذي تعاني منه إيران في العديد من القطاعات. واحدة من القطاعات المهمة ركزت عليها مجلة نيوزويك الأمريكية مؤخرا هي نظرت إلى واحدة من الأمور الخطيرة التي تعاني منها إيران، ألا وهي في مجال الطيران تحديدا، صدق أو لا تصدق، أمر يعاني منه الإيرانيون كثيرا، وتحديدا على مطار مهر آباد الذي هو موجود طبعا في العاصمة الإيرانية طهران. هذا هو المطار الذي ترونه أمامكم، والتركيز هنا إلى ما يأتي بهذه الصورة القادمة من القمر الصناعي إلى شرق هذا المطار بهذا الاتجاه. دعونا نقترب لنرى ما الذي يجري هناك في شرق هذا المطار. ستلاحظ بأن هنالك صورة غير طبيعية للطائرات وهي متجمعة بهذا الشكل العجيب والغريب، وهذه الصورة هي متوفرة لأي شخص يتوجه الآن إلى جوجل إيرث أو أي ممكن قمر صناعي ممكن أن يظهر لك هذه الصور. دعونا نقترب من هذه الصورة قريبا قليلا لكي نلاحظها، وهي التي ركزت عليها النيوزويك الأمريكية. سنلاحظ بأننا أمام صورة غير طبيعية هنا، وهذه هي بسبب العقوبات الأمريكية التي تعرضت لها إيران، بسبب أن إيران غير قادرة من هذه العقوبات من شراء أي طائرات من شراء أي قطع غيار، وبالتالي أصبحت الطائرات تبدو بهذا الشكل المؤسف بالنسبة للطيران الإيراني بشكل عام. وهذه طبعا علق عليها واحد من أهم الشخصيات ألا وهو روز إيمر، وهذا الرجل هو الرئيس التنفيذي لشركة مهمة للغاية، وهذه الشركة طبعا هي مختصة في عمليات الطيران وهي إيرو كونسلتينج إكسبرتس، وهو واحد من أكبر الخبراء في مجال الطيران، وهو طيارا مشهورا وقد يكون هو الأكثر خبرة على مستوى العالم. عندما شاهد هذه الصورة وعلق عليها في النيوزويك الأمريكية ونظر إليها قال بأن هذه الصورة تبدو وكأنها جثث هامدة، ووصفها أيضا بمقبرة الطائرات. والنيوزويك الأمريكية نقلت أيضا بأن الشركات الطيران الإيرانية الآن تترقب عن كثب وتتأمل بأن مفاوضات فيينا ستنجح لكي يتخلصوا من هذه المعاناة التي تجري في مجال الطيران، وهذا ما ذكرته النيوزويك على هذا الأساس. تراقب شركات الطيران الإيرانية المفاوضات الجارية في فيينا لترى ما إذا كان سيتم إحياء الاتفاق النووي أم لا، حتى تتمكن من تحديث أسطولها الجوي في حال ألغيت العقوبات الأمريكية عن إيران. والمفاوضات النووية فعلا تشهد تحركات هذه المرة مكثفة للغاية من روسيا من هذا الرجل وهو المندوب الروسي أوليانوف. هذا الرجل ميخائيل أوليانوف هو الآن له 3 أيام يعمل بشكل مكثف للغاية في محاولة لإقناع إيران
بأن تكون أكثر ليونة مع الجميع من أجل إنجاح هذه المفاوضات. والمثير بأن هذه التحركات الروسية تجاه ملف مفاوضات فيينا هو يأتي متناسقا ومتزامنا مع الأزمة التي تجري الآن في أوكرانيا ولحظات صعبة يمر بها العالم مترقبا ما ممكن أن يأتي من روسيا وهل روسيا ستغزو أوكرانيا فعليا. وهذا الأمر طبعا أصبح واضحا بمعلومات نشرت جديدة يوم أمس من مركز استراتيجيات الدفاع الأوكراني الذي يرأسه وزير الدفاع الأوكراني السابق. هذا المركز نشر معلومات مهمة جدا عما يجري حتى هذه اللحظة من التحشيدات القادمة من روسيا تجاه أوكرانيا. هذه هي روسيا باللون البرتقالي كما تشاهدون، وهذه هي أوكرانيا، وهذه هي بيلاروسيا بهذا الاتجاه. هذه النقاط هي تمثل الكتائب التكتيكية التي نشر هذا المركز، مركز استراتيجيات الدفاع، بأن هذه الكتائب المنتشرة بهذا الشكل تصل إلى 87 كتيبة، بالإضافة إلى أن عدد الجنود الروس وصل إلى أكثر من 147 ألفا من الجنود الروس هم موجودين على الحدود يترقبون ويقتربون شيئا فشيئا من هذه الحدود، وممكن في أي لحظة يكون هنالك اقتحام سريع على أوكرانيا من جميع الاتجاهات بهذا الشكل. وبالتالي وجدوا بأن الخطر موجودا. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هي لم تسكت. كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تحرك مثير للغاية. فجأة طائرة B-52 الأمريكية وجدت وهي تحلق وهي تقترب من واحدة من أخطر وأكبر وأهم القواعد الروسية على الإطلاق في الشرق الأوسط. ونتحدث هنا بحسب هنا كما تلاحظون الرادارات التي هي وضحت من خلال الفلايت رادار 24 طائرة B-52 وهي تقترب بهذا الشكل من البحر المتوسط وتحلق فوق البحر المتوسط. هنا لبنان كما ترون، وهنا طبعا هذه هي كلها هي الأراضي السورية، وهي اقتربت من قاعدة حميميم الروسية بهذا الاتجاه، بل إنها أيضا قامت بدورة بسيطة بهذا الاتجاه كما تلاحظون. هنا قاعدة أو طائرة B-52 طارت بهذا الشكل وقامت باستدارة من الأراضي، وهنا هي قاعدة حميميم الروسية. وواضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت رسالة واضحة صباح هذا اليوم إلى الروس بأننا جادين في هذه المواجهة ضدكم، وأننا قادرون على القيام بالكثير من الأمور التي ممكن أن نحققها. ولكن بالعودة إلى الجهود الروسية في ظل هذا الاحتدام، إيران إنتل أكدت وأوضحت بأن الأمور لا زالت صعبة وممكن أن يفشل كل شيء في ليلة وضحاها، وهذا ما قالته الإيران إنتل من تسريبات خاصة حصلت عليها. قال مصدر مقرب من محادثات فيينا وإيران إنتل أن العديد من القضايا الهامة العالقة لا تزال مطروحة على الطاولة، وإصرار الجانب الإيراني على مطالب غير واقعية سيجعل فشل المحادثات أمرا لا مفر منه. لذلك هنالك ارتباط، هنالك صراع، هنالك خطر كبير جدا ينتظر المنطقة بأكملها. والسؤال الأهم، هل ستنجح مفاوضات فيينا؟ هل هذا الضغط سيوصل الأمور إلى طريق؟ وهل الأزمة الأوكرانية ستنتهي؟ وكيف من الممكن لهذا السيناريو أن ينتهي خلال هذا العام الصعب جدا على العالم بأكمله؟